الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب إن الحمد لك والشكر لك والنعماء لك، فاغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. قلت وقولك حق، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله الهداية والتوفيق لطاعته، إنه من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الناس خير قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأي الناس شر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساء عمله. قل هل ننبئكم أو قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك ومن تبع هديك وسار على نهجك إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله تولاه وكفاه وسخر له كل شيء. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأحذركم وأحذر نفسي من مخالفة أوامر الله وعصيانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبعد، فإن حديثنا اليوم عن عناية القرآن الكريم بالزمن والسنين والأيام. إن المتأمل في القرآن الكريم يجده أنه قد أولى الزمن واعتنى به عناية بالغة وعظيمة، وإنما إن دل ذلك فإنما يدل على أهمية الزمن وأهمية الوقت عند الإنسان
إذا استثمره في الطاعات والأعمال الصالحة فإنه ينتفع بهذا الوقت أو بهذا الزمن، وإن لم ينتفع بهذا الوقت أو بهذا الزمن سلب منه نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكان مصيره إلى النار والعياذ بالله. فاقرأوا قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. فيقسم الله بزمن الفجر، وهذا القسم عندما يقسم رب العزة سبحانه وتعالى فإنه لا يقسم إلا بشيء عظيم وعلى شيء عظيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كذلك من الزمن أيضا والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بالضحى وجعله سورة من سور القرآن الكريم، كما أقسم سبحانه وتعالى بالعصر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كذلك أقسم بالصبح في قوله تعالى: والصبح إذا أسفر. كذلك أقسم بالليل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كذلك في آيات كثيرة ذكر الزمن ليدل على عظم هذا الوقت، فيجب على الإنسان أن يستثمر هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه سوف يخسر كثيرا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما، أي خسران فيهما كثير من الناس. يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يضيع هذا الوقت هباء، يجلس على المقاهي، يجلس على الانترنت، يجلس أمام التلفاز إلى غير ذلك، يضيعه هباء ولا حد عنده لهذا الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك، شبابك قبل هرمك. هذا الشهر والله سيسأل، وكل منا سيسأل عن عمره الذي هو بعض من هذا الزمن، كما قال الحسن البصري: إنما أنت بعض من الزمن. فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. وقال عبد الله بن مسعود:
من السلف الصالح الذين تربوا في مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ما ندمت على شيء إلا ندمي على يوم غربت فيه الشمس، غربت شمسه فانتقص عمري، انتقص أجلي ولم يزدد عملي. يعني هو ايه اليوم ده نقص من العمر بتاعه، ما عملش حاجة فيه لربنا سبحانه وتعالى، لم يشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، لم يذكر الله سبحانه وتعالى بكلمة. فهو كان يندم، يقول: ما ندمت على شيء إلا ندمي على يوم غربت فيه شمسه فانتقص عمري ولم أعمل شيئا لله سبحانه وتعالى. لذلك ما من يوم ينشق فجره، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي عليك: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. لذلك قال الحسن البصري أيضا: إنما الأيام ثلاثة، يوم مضى وقد ذهب بما فيه، ويوم قادم فلعلك لا تدركه، لأنه لا تدري نفس بأي أرض تموت، ويوم هو يوم لك. هذا اليوم هو يوم، فاغتنم. من أجل ذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. النهاردة بصحتك تقدر تصلي، تيجي الجامع، تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الصلوات المكتوبات، تقدر تعمل أي عمل خير طول ما أنت بصحتك. أما إذا مرضت فكيف تقدم لنفسك شيئا إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعافيك ويشفيك، كما دعا سيدنا أيوب: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كما أكد القرآن الكريم على أن مرور الوقت ومرور هذا الزمن هو آية من آيات الله الدالة على قدرة الله وعظمته، حين قال رب العزة سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
هذا النظام البديع يسير وفق نظام لا يتخلف ولا يضطرب، إنما هو يسير بقدرة الله سبحانه وتعالى، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح، كل واحد له مسار لا يستطيع أن يخرج عنه، كما قال الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو ربنا جعل الليل ليل على طول لغاية يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، لو خلنا نهار على طول، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته، شوف رحمة ربنا بيك، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، تنام الليل وبعدين تشتغل بالنهار، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، كما قال الله: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وقال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كما قال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. كما أن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الوقت وهو الزمن ومرور هذا الوقت، ربطه بأداء العبادات، ففي الصلاة مثلا قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات، أو قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة على وقتها أفضل الأعمال، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال له: الصلاة على وقتها. قال أيضا في رواية أخرى: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها أي إقامتها في وقتها المحدد شرعا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كما ربط أيضا الصيام بالوقت، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، كما ربط أيضا ركن الإسلام الزكاة بالوقت، فقال: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
كما ربط الحج أيضا بهذا الوقت فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. عباد الله، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو كما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قيمة الوقت لنعلم أهمية هذا الزمن اليسير، هذا الزمن الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا، لنستثمره، وكلنا يعلم جميعاً أنه ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته، حين قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا كان ذكر الوقت بالنسبة للدنيا، فقال لك لما أنا برضه هذكرك بالوقت في هناك أوقات برضه في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حتى تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذه الآيات التي تتكلم في الزمن للآخرة حتى تتعظ بما حدث للأمم السابقة. انظر كده كما قال الله، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أنت منتظر إيه؟
منتظر الصاعقة تنزل عليه، منتظر أن يأخذك الله كما أخذ قوم لوط. هذه المرأة التونسية التي أشاعت أنها سوف تتزوج على مواقع التواصل الاجتماعي برجلين في أول يوم من العام، هذا يعقل؟ هذا في دين الله؟ أين علماء الدولة؟ ألم يكن هناك قانون يرضع هذه المرأة التي تثير الفاحشة في هذه البلاد، التي تخالف شرع الله وتخالف القوانين الوضعية؟ لأنه ما أباح قانون أو دين هذا الأمر، بل إنها تفتخر أصبحت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أنا أقول لهم كما قال الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله ليعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل منا عليه أن يستفيد من وقته، هذا الوقت الثمين الذي سوف يسألك ربك عن عمرك فيما أبلاه، فيما أقضيته، كم مكثت. هل تعرفون سيدنا نوح الذي عاش 950 عاما؟ يقول له: كيف وجدت الدنيا يا نوح؟ يقول له: وجدت لها بابان. بابان، باب دخلت منه وباب خرجت منه. وأنت يا ابن الستين والسبعين، ماذا صنعت في وقتك؟ هذا نبي الله الذي مكث 950 سنة يدعو إلى الله وما آمن معه إلا قليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناب. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين، واهد يا ربي من كان في هدايته نصرا وعزا وتمكينا للمسلمين، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم من ذنوبهم بالماء والثلج والبر. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تغيب فيك رجاءنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.